الكرة الآسيوية. النتيجة تعبر عن واقع المباراة؟ 4 فوز للشرطة معناها الحيازة واقع المباراة يقول أنه كابتن أحمد صلاح قرأ المباراة أفضل من مدرب السد. واقع هذا. أما كميزان كفة السد من ناحية القيمة السوقية، من ناحية الجانب الفني الخططي، نعم فريق السد أفضل، لكن الواقعية داخل أرض الملعب فريق الشرطة الأفضل. 4 أهداف، محلية الصنع، جميلة الأداء، وفوز مقنع لكل الجماهير العراقية اليوم. هو هذا الكلام يعني هسه الآن يعني أضاف دكتور رياض فعلا أنه كل الكوادر الموجودة هي طبعا كادر جماعي، يعني أنه كل واحد يكمل الآخر، يعني لولا وجود مثلا المدرب اللياقة اللي هو يعني يعمل بشكل ممتاز على مسألة الاستشفاء. أنت تعرف بالبطولة لما تلعب كل 3 أيام مباراة على مستوى عالي يراد لك عمل وجهد كبير في مسألة إيصال اللاعب للجاهزية، هذا يأتي من خلال وجود كوادر مدربة وفاهمة، ومثل ما دائما أنا وياهم أسألي دمجي مؤسسة صح، يعني مؤسسة فنيا هم الآن يعني ليش أحكي رياض ويسمعني، ما هم الآن البدعة اللي يطلقوها الآن كل شيء بالوطن ما مؤسس صح، يعني مو فقط بالرياضة، أنا قبل أيام لما أتكلم في كل شيء الآن يريدون حتى الإعلامي لازم ما مؤسس بالداخل، الطبيب ما مؤسس صح، يعني وكأنه العراق هذا اللي حضارته ضاربة بالقدم من 4000 سنة، احنا ما عندنا تأسيس. هذا كلام يعني مردود.